السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة، هتلاقوا لينك الأدمين ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. اللي عايز يتابعني على الفيسبوك حبايبي، نفس اللينك في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايبي، اتوجه للمسجد، اتوجه لمكان ديني، اتوجه لعمرة، اتوجهوا لشيء حبايبي، او جهزوا نفسكم ان انتم ممكن تروحوا فعلا عمرة في الفترة اللي جاية، او يحصل معاكم سفر، او يحصل معاكم شيء ومحتاجين ان انتم تفعلوا باب الروح عندكم بطريقة قوية. ازاي يعني؟ اقعد في المسجد اذكر الله، اقعد في مكان منعزل اذكر الله، محتاج تزور مكان ديني، مكان مقدس، محتاج برضو ممكن تزور الحسين، تزور اماكن مقدسة، تصلي، تقرأ قرآن في المكان ده، طاقته هتكون حلوة ليك جدا، هيفتح ليك باب او مجال روحي قوي. هي رسالة ليكم، رسالة ليكم حبيبي. حد مخادع في حياتكم، حد هتكتشف عنه اسرار، حد هتكتشف خداعه، هتكتشف شيء قاله عنك، هتكتشف حاجة عملها. في حاجة هنا حبايب قلبي بتقول ان في شخص مخادع هيخرج من حياتك، وده باب هيتفتح لك برضو. وللبعض منكم حبايبي، انتوا الفترة اللي جاية جايلكم استقرار اسري وعائلي بإذن الله. ورسالة ليكم بإذن واحد احد، روحانيتك بتعلى، باب الروح عندك بيفتح بقوة. رسالة بتقول ان جاي لك استقلال مادي بإذن الله، واكتفاء ذاتي، تحقيق هدف. واضح ان انت كمان لازم تاخد بالك من الانفاق الزايد في الفترة اللي جاية، واعرف ان في ناس حواليك بتغير منك غيرة غير طبيعية. في حد بيغير منك وفكرك انك شخص مغرور، يعني شايف فيك الايجو عالي، بس في حد راجع لحياتكم حبيبي. للبعض منكم هنا يمكن حد بينك وبينه فرق عمر، ويمكن بسيط ويمكن كبير يعني، ويمكن شخص صغير في السن، يمكن ابن ليكي او ابن لك او حاجة زي كده، او اخ. في حد راجع لكم حبيبي. في للبعض منكم نهاية هنا، انتوا بتنهوا مرحلة صعبة، بتنهوا وضع صعب، بتنهوا هزيمة، بتنهوا ألم، بتنهوا دموع، وبتبتدوا تبعدوا عن الغدر وتخوضوا شيء جديد، وتخوضوا حاجة جديدة بإذن الله، لأن في بداية جديدة ليكم من بعد الضعف، من بعد التشاؤم، من بعد القسوة اللي عشتوها، في بداية جديدة بإذن الله، وفي نمو قوي جدا، في تفاؤل. نقدر نقول إن في حاجة بتتوجهوا ليها قريب. واضح ان انتوا حبايب قلبي اصبحتم اشخاص ناضجة، بيجيلكم علامات واشارات، وان الوقت اللي فات ما كانش الوقت المناسب علشان تكونوا في الطريق الصحيح، لكن دلوقتي انت مستعد، مستعد لاي فرص تدخل عليها، مستعد لاي حاجة، مستعد لاي اجابات تشوفها قدامك. وفي حاجة هتحصل معاك اذا امنت. انت دلوقتي مستعد لتلقي الفرص، مستعد انك تكون شخص جديد. ابحث عن العلامة، الناس اللي هنا بيجيلها علامات واشارات، وإذا أمنتم بالحاجات اللي بتجيلكم دي، بالعلامات والإشارات اللي بتجيلكم، فأنت هتلاقوا الإجابة من غير حتى ما ترجعوا لي، هتلاقوا الإجابة على كل شيء. أنتوا ناس قوية، ناس بتتعالج روحيا من عند ربنا، ناس حواليكوا دايما ملائكة الشفاء. عايز أقول لكم بس على حاجة قوية قوي وصلني هنا، في استراتيجيات كده أنتوا بتعملوها بتخلوا حياتكم تترتب من غير ما تحسوا، كأن حاجة بتحصل معاكم ربانية كده بتخليكم ترتبوا حاجة، تعملوا حاجة، تفكروا في شيء. في علامات بتجيلكم، في حاجة بتقول ان انتوا عارفين. على فكرة في حد هنا، للبعض منكم عنده تأنيب ضمير في حاجة معينة، يمكن هنا البعض منكم في حد في حياتكم مخادع، او انتوا عايزين يخرج من حياتكم. للبعض منكم انتوا
هنا هتجيلكم للبعض إشارة انت يمكن في مفترق طرق، وهيجيلك إشارة تروح الطريق ده او الطريق ده قريبا، هتجيلك من روح حواليك، من مرشد روحي، من روح بتحميك، والإشارة دي هتشير ليك بأي شخص اللي يكون مناسب ليك او اي شخص اللي هتكون معاه. الإشارة هتجيلك، الإشارة هتجيلك قريب. في روح هنا بتتمثل لك في الحمامة البيضاء، ممكن انت شفت ده في السماء اكتر من مرة او قدامك اكتر من مرة. هتجيلك بإشارة قوية، اي شخص ممكن تكون معاه، اي طريق ممكن تسلكه، اي عمل ممكن تكون فيه، اي حاجة بتنذرك او تبشرك هتجيلك بيها اشارة. وخلي بالكم من علامات الريش في الفترة دي، اذا لقيتوها بكثرة اعرفوا انتوا داخلين على حاجة سعيدة او تغيير مهم او خبر او رسالة هتجيلكم قوية. يعني نقدر نقول علامة الريش هترشدك بخبر سعيد، فرحة، اتصال، رسالة، حاجة انت داخل عليها قوية جدا. خدوا بالكم من العلامات او هتخشوا على استقرار عائلي واسري. يعني الروح هنا بترشدك للطريق، وفي حد مخادع بيخرج من حياتكم، ويمكن الروح هنا هترشدك بكسر السلاسل، بكسر الحاجز، بالخروج من البوابة، بالبعد عن شيء معين، باتباع الرحلة الروحية اللي انت طلبتها واللي انت قلت عايز اكمل في رسالتي. في حاجة معينة هنا بتمر بيها هيحصل بيها شيء قوي في حياتكم، وفي ارشاد من ملائكة كبار حواليك. لكن انت من الاشخاص اللي بتشوف الانبياء كتير في منامك، او بتشوف اجنحة ملاك، او بتشوف اشياء بتحصل معك في الحقيقة. انت في رحلة روحية قوية جدا في الفترة دي، وفي شيء مفاجئ هيحصل معك، في حاجة قوية هتحصل معاكم هناك، ويمكن فيها انذار بانك تكون مستعد للقادم ايا كان، مستعد للابتعاد، مستعد للاقتراب، مستعد للمال، مستعد للوفرة، مستعد لأي حاجة بقى تحصل. لأن في حاجة هنا شيء قوي هيحصل معاكم في الفترة اللي جاية دي، بعدها بينفتح معاه وفرة وازدهار قوية جدا. في حد فيكم هنا داخل على مرحلة شفاء، شفاء من علاقة، شفاء في شقر القلب، شفاء في حاجة معينة هنا تخص العاطفة. وفي حد فيكم هنا لازم انه يتجه الى طريق الله، يتجه الى العبادات بكثرة. حواليك اكثر من ثلاث ارواح او اربع ارواح من ارواح الناس المتوفية بترشدك، بتقولك على الطريق وتوجهك ليه. ما تفكرش كتير، انت شخص محمي من العالم الاخر. نعم في شوية انتظار بسيط، لان في حاجة هتحصل معاكم خلال الاسابيع اللي جاية. كتير كلمة اترك بتجيلكم، او ابتعد، او افتح الباب، او اكسر السلاسل. وفي حاجة في المستقبل القريب ربنا شايلها لك افضل خلال اسابيع جاتلي، وفي حاجة في المستقبل القريب وحاجة افضل دخل عليكم، او الحاجة دي بتنبهكم ان انت هتترك شيء خلال الاسابيع اللي جاية، او حاجة هتتركك وهيحصل في حياتك شيء افضل، ونجاح ووفرة وازدهار باذن الله. ده الوقت المثالي، ده الوقت الاستشفاء. مش هنقول لكم في حد هنا داخل على طاقة استشفاء، والامر متروك ليك. ما تتوقفش ابدا عن اي حاجة بتعملها في الفترة دي، ما تتوقفش عن عمل الخير،
ما تتوقفش عن انك تلاقي حلول لحياتك، ما تتوقفش عن العدالة، ما تتوقفش عن العبادة، وانك تسأل ربنا الشيء اللي انت بتتمناه، لان في تغيرات كبيرة هتكون في حياتك وتغيرات هتكون سعيدة مفرحة. استمع لحدسك، انت عارف ايه اللي المفروض تعمله. عيد التفكير في كل شيء وتواصل بوضوح مع ربنا، لان وضعك كله هيتحسن باذن الله. وخلال اسابيع من النهاردة بيحصل معاكم علامة قوية بترك او ببعد او بحاجة افضل هتدخل حياتك. انت بتتمتع بحدس كبير، اذا امنت الشيء ده هيحصل معاك. برضو رسالة جاية بتقول دور على العلامات، ابحث عن العلامات اللي بتوصل لك من السماء، ابحث عن العلامات اللي فيها رعد او برق او حمامة بيضاء او شيء بينور في السماء. العلامات دي هترشدك لحاجة معينة وفيها شوية انتظار ومش كتير، خلال أسابيع يعني بالكتير ممكن يكون خلال شهر ممكن يحصل معك شيء قوي جدا. هما في هنا انذار ليك برحلة قوية هتقوم بيها أو صحوة قوية هتحصل معك، ولازم إنك تتقبلها أيا كانت. راقب أحلامك تاني، بيجيلكم راقبوا أحلامكم، في إشارة كمان بتجيلكم عن طريق الأحلام. في حد فيكم هنا حلم بانه بيخلع خاتم او بيلبس خاتم او بيبدل خاتم في ايده؟ طيب الاشارة دي بتشير لحاجة قوية جدا. حد فيكم هيبدل حياته كلها؟ حد فيكم حياته هتتبدل كلها؟ هيتفتح له باب جديد، حياة جديدة، شيء افضل، وانت عارف كده، انت عارف، والاشارة جات لك في المنام. الضوء هيبقى عليك في الفترة اللي جاية متسلط، كل الناس عينيهم هتكون عليك. يمكن هيكون فيك الطمع، الفترة اللي جاية هيجيلك حاجة قوية، هيحصل شيء قوي عندك، هيكون فيك الطمع. يعني لو انت رجل مثلا هيزيد طاقة المال عندك او طاقة الجمال او الإظهار او الإبداع، فهتلاقي عينين كتير عليك. لو انت امرأة مثلا ممكن يحصل عندك يعني انفصال للبعض منكم، فهتلاقي ناس كتير طمعانة فيكي عاوزاكي، او طمعانة في مالك، يعني مش شرط فيكي انتي، تفهمين ازاي؟ او قرايب ممكن عندكم ما يحصل، انتوا هتاخدوا مثلا ورث او حاجة كبيرة هتكون معاكم، فناس كتير هتكون يعني بتحتكي بيكم كتير علشان عايزين شيء، بيبينوا لكم حب ورحمة وحاجات زي كده. فخدوا بالكم، حواليكم ناس مش سهلة، حواليكم ناس مش سهلة خالص. في حد فيكم في خلال شهور الشتاء بيحصل معاه تقارب أكتر، بيحصل معاكم اتحاد في علاقة، وللبعض منكم على الربيع الجاي، يعني كأنكم بترتبوا الحاجة وعلى الربيع الجاي بيحصل الزواج. حد فيكم هنا بيحصل معاه الشيء ده وبحكمة إلهية، انت شخص حكيم ووصلك حكمة إلهية ووصلك إرشاد قوي جدا جدا جدا. في رسالة هنا لامرأة نورانية، يعني في روح هنا بتنطق باسم البتول، الحراء. في رسالة هنا لامرأة بالفعل نورانية، هيحدث معاكي شيء في شهر واحد الجاي، شيء قوي. الرسالة اللي واصلة هنا كمان مش عارفة ليه بتقول اسم المهدي والحراء والبتول. اللي فيكم ملقب باللقب ده في العالم النوراني، هيحدث معاكم شيء قوي جدا في شهر واحد، شهر يناير الجاي، بداية السنة الجديدة، هتكون شقلبة طاقية للعالم كله. ومدام ذكر اسم المهدي،
يمكن يحصل بعد شهر واحد يتعقبوا شيء قوي يخص العالم كله، ما يخصناش احنا بس، مش النورانيين بس، في حاجة قوية هتحصل في العالم، حاجة قوية قوي وصلني بيها إشارة قوية. طيب دي رسالة استثنائية يمكن عايزة توصل لكل النورانيين، ويمكن لامرأة هنا مميزة عند الله، وفي امرأة هنا رجع لها رجل، والرجل ده هيكون من أقصى الشمال لأقصى اليمين، يعني من شخص شيطان لشخص، هيتنور له بصيرة وبصر، وهيكون علامة في الدين، وكأن الرسالة بتقولك هنردهولك بأفضل صورة تتخيليها. إن رده إليك، وفي رسالة بتقول ولقد مننا عليك مرة أخرى، فتح الطريق، فتح الباب. مش عارفة ليه الرسالة واصلة بالطريقة دي، بس في حاجة قوية جدا هتحصل يا جماعة خلال شهر واحد، وربك أعلى وأعلم، وهي كلها إشارات بتيجي دلوقتي للنورانيين والروحانيين، فاستعدوا واستمعوا للحدث، لأن في شيء قوي جدا هيوصلكم خلال الإشارات والعلامات اللي جاية. أنا خلصت رسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.